من المشاكل اللي بنعيشها هذه الأيام هو الصراع اللي بنعيشه لما ندرك بأن الوصول إلى بعد ومستوى أذكى لفهم ما يجري حولنا نحتاج إلى تجاوز النسخة المصغرة عن أنفسنا. للكثير منا هذا صعب ويسبب ألم موجع، لأننا بنشوف حالنا مضطرين للتخلي عن بعض قناعاتنا ومعتقداتنا الخاطئة من خلال هذا الدمج الجديد للمعارف والنظرة الجديدة اللي بلشنا نشوف فيها الحياة ونفهم كيفية عمل هذه الحياة. وهناك من يتجاهل ويخفي ويحارب المعلومات اللي بتتناقض مع قناعاته القديمة، وبصير يعطي اهتمام أكثر للمعلومات اللي بحس إنها بتأكد قناعاته السابقة للتخلص من هذا الألم، وهذا ما يسمى بالتنافر المعرفي أو الكوجنيتيف ديسونانس. في كل مرة بتضيف شيء جديد على رف المعتقدات اللي بتتناسب معك، بتحرص كمان دايماً على حمايتها بشكل مستمر وغريزي وبدون وعي لما تواجهك معلومات ومواقف بتعارضك. المقلق انه احيانا خلال هذا الجهد اللي بتبذله خلال عملية التنافر المعرفي انت عم تبني وصلات عصبية جديدة وبتوسع الذاكرة اللي ممكن تؤدي الى زيادة اقتناعك بقناعاتك الاصلية اكثر واكثر، لانها بتصل بهويتك او بصورتك عن نفسك اللي اكتسبتها في الصغر، خاصة اذا كانت طبيعتك متعصبة ومنغلقة وترى العالم باللونين الابيض والاسود فقط وما في مجال للمرونة في التفكير. وهذا هو اكبر مرض متفشي في منطقتنا هذه الأيام. للخروج من الأزمة الفكرية اللي بنمر فيها إحنا مجبرين للتعامل مع المعلومات المخزنة في عقولنا على إنها مش كلها حقيقية ونافعة، وقتها إحنا بنكون بكامل الجاهزية لتطوير إمكانياتنا وذكائنا، تغيير طريقة استقبالنا وتقبلنا للمعلومات الجديدة، وأن نكون جاهزين لتغيير أفكارنا عن أي موضوع معين إذا كانت أجهزة القياس اللي عندنا وقودها ومحركها الأساسي هو المنطق والعقل والتجريب. هكذا يمكن تحصين العقل من الأكاذيب بالتأكد من وجود مصدر مستقل للحقيقة من خلال التشجيع على المناقشات الموضوعية ومناقشة كل وجهات النظر. البحث عن أكثر من فرضية، ما تتعلقش بفرضية لمجرد إنها فرضيتك، اسأل نفسك ليش بتحب هذه الفرضية، قارنها بإنصاف بفرضيات بديلة. إذا كانت هناك سلسلة للحجة كل حلقة فيها لازم تشتغل مش بس أكثرهم. هكذا يمكننا تجنب الوقوع في مصيدة الأوهام والأكاذيب والخرافات من خلال اتباع هذا الأسلوب العلمي في تقصي الحقائق بعيداً عن انحيازاتنا المعرفية. من أهم أسباب الانحدار اللي وصلت إليها حضارتنا هي قدرتنا على تغيير الحقائق بطريقتنا وأدواتنا الخاصة لنأكد لأنفسنا بأننا نعرف العالم ونفهمه بشكل صحيح ومطلق. وهذه مشكلة حقيقية، لأنه كل ما ازدادت انحيازاتنا المعرفية عن العالم ضاقت معه حقيقة ما نعرفه عن هذا العالم، لأنه أخضعنا عقلنا لقيود تعيق عن رؤية الأشياء بشكل عادل ومحايد. وهذه القيود هي المكون الأساسي من مكونات آلية وعمل الذاكرة والدماغ. كونفوشيوس بيقول المعرفة الحقيقية هي أن تعرف مدى الجهل الذي تعيش فيه. لكي نستطيع التعرف على قدراتنا العقلية والأخلاقية والنفسية والإنسانية يجب أولاً مواجهة كل معارفنا الساكنة داخلنا وتوجيه أصابع الشك والنقد في كل ما تلقيناه. الانحياز المعرفي بيشتغل بطريقة خفية ويتسلل من الباب الخلفي لوجداننا وإنسانيتنا وقناعاتنا العقلانية. كل هاي الأعمال الداخلية الخفية للتحيز هي اللي أنتجت أخطاء معرفية تكمن تحت حافة الوعي، هي اللي خلت أفعالنا تتعارض مع نوايانا وكانت سبب في صراعات طال أمدها بين الناس والأمم والثقافات. التحيزات اللاواعية هي أخطر من ذي قبل هذه الأيام. إذا بنطلع على العولمة، التكنولوجيا، خطوط الصدع المتقاطعة للتطرف الديني، الاضطرابات الاقتصادية، التغير الديموغرافي، الهجرة الجماعية، كل هذه الأشياء ضاعفت من أثار التحيزات الخفية. قراراتنا العقلية الخاطئة من قبل كان لها أثر على أنفسنا وعلى المقربين من حولنا، ولكن اليوم أصبح لها أثر على كل البشرية في كل مكان وعلى أجيال كاملة وحتى على الذي لم يولد بعد. الشخص المميز مش بس اللي عنده مناعة من الانحياز المعرفي، هو مميز لأنه اختار وقرر أن يفعل شيء حيال هذا الانحياز وما تركه يتآمر على ذكائه الحقيقي. سلام.